SPD yani. Iya. Iya. اعتبر انه الناس ما بتعرفك وما حفظتك، رح تخبرينا احنا وين وانت مين. انا ام بشير، محلنا بفريا، الي من سنه 89، بس اكيد ما كانش محل، كنا نشتغل تحت خيمه ايام الحرب او تنذكر وما تنعيد. انا اشتقت لكم كثير كثير كثير، مش شوي، وكل يلي عم بحكيني وكل يلي بحبني انا بقول لهم هاي، تعالوا لعنا، لبنان بجنن، ما في احلى منه، احلى بلد بالعالم، مع انه زعمائنا ما بيسبوا، بس ماشي الحال، عندنا انطوني بيصدني، لو عندنا 10 مثل انطوني بهالبلد مش عايزين حدا، لا زعماء ولا نواب ولا وزراء، مش عايزين حدا، لانه وحده 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 اللي قايم بهالبلد، عن جد وحده، قد ما بنشوف عالم بيحكوا عنه وقت ما بنشوف عالم بيشكروا فيه. بقى اهلا وسهلا فيكم بهالصبحيه الحلوه اليوم، صبحيه العيله. بشير شو بدنا ناكل عندك؟ يلا شو عبالكم تنعمون؟ لكن جبنه محار. جبنه محار. ولبنه مع ورمة. وزعتر مع لبنه خضره. زعتر مع لبنه خضره. وقلتي لي في قورمه مع قريشة؟ في قريشة مع قورمة، في كشك مع قورمة مع جبنة، قورمة مع جبنة، كل شيء كل شيء مع زعتر، يعني ام بشير معقول نعمل جبنه مسكره مثل السمبوسك الكبيره بتزبط معي؟ ما لانه على الصاج بدنا نقلبها بدل طرافها شوي عجين مش مثل الفرن. اوكي. عرفت كيف؟ مشان هيك انا بحبها شوي طريه، بحبها ياخذها مسكره كثير. بس لانه بتضل طريه مسكره، بتضل طريه ما بيلحقش طرافها، الزوايا ما بيلحقش على الصاج. يعني بحبها طريه، اي معقول ياخذها من يعني فطيرة مسكرة. مين الجبنة لل أصل إيه؟ للولاد؟ حتى على صحن القصة. القصة شقف ولا بيلفوها بيكلوها؟ لا شقف. بلشتي له بالزعتر. حطيت له مرمشة الزعتر. خبرينا عن المكونات، الزعتر، الكشك، الحر، عندنا كله من السوبر ماركت. الزعتر نحن بنحوشه، بنشتري شوي فوقه، نخلطه مع بعضهم. الجبنه اكيد لانه اشقوين اكيد بنشتريها من الموزع. والباقي كله انت بتعمله؟ رب الحر اغلبيته انا بعمله، وقت اللي بكون شوي يعني في ضغط على الحر بشتري شوي. لبنه كنت انا اجيب حليب، انا فور انا اعملها، بس ما دل معي وقت، بشتريها بس من محل بحراج، هن عندهم بقر، هن يعني بشتريها بلديه، يعني مش بشتريها يعني عندهم هن مزرعه بقر. شو كمان؟ الاوار ما انا بجيب اللحمه انا بعملها، يعني كل شيء بينعمل بالبيت كله انا بعمله، بس في كل شيء فوق اكيد بده الواحد يشتريه، بس كل شيء بينعمل بالبيت كله انا بعمله. هيدا القورمه، جبنا اول شيء قورمه، بعدين هون السيجنتشر يعني عروسه لبنانيش بنسميها هي القورمه. هي القورمه ولبنه. ومع لبنه. اكيد عروسه لبنانيش. يعني كل شيء ما الواحد بياكل قورمه، بس اللي بحب القورمه تكون قورمه، يعني اللي عم ياكل قورمه وبحب القورمه كقورمه ما بياكل لا بس قورمة، واللي بحب يغير اوقات بياكل قورمة ولبنة اللي هي عروسة لبنانيش. اليوم فاميلي داي. هاي لاني. هاي. كيف منوشة؟ شو هنيا؟
هاي ابن ونال معنا كمان. Good morning. بس ما نقطع ولا مرة، مع انه قلت لكم اليوم كنت بدي هيك فاميلي داي، فقلت يلا وعينا كتير بكير، ستة ونص كنا على الطريق، سبعة وصلنا عند ام بشير اشهر من ان تعرف صارت. والقورمة واللبنة يلي عم بتشوفوني برجع بعيدة دايما 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 بكل الضياع، يلي هون سميناها عروسة مناقيش، هي عند ام بشير بلشت وسيجنتشر. فالتروية رح تبلش هيك شي نص ساعة رح نقضيه مع بعضنا، بتجوا لهون ضروري، هي بفريا من بعد حراج الدغري على الاوتوستراد، قبل ما تفصل الطريق بين الاوتوستراد الجديد والاوتوستراد القديم بفريا، دغري على اليمين بيت صغير طابق واحد اسمه ام بشير بتعمل الجبنة مع حر روعة، لبنة مع قوارمة روعة روعة روعة، زعتر مع لبنة وخضرة ولا أروع من هيك، والحلو فيها انه عجينتها كتير رقيقة بتقرش وفي نفس ولا أروع من هيك. هاي فرجيكم شو هالمنظر، كفر دبيان قدامنا، فقرة فوق، فريا من تاني ميل، جنينات، بنرجع منفوت منتروق. يلا نهاركم سعيد للكل وين ما كنتوا بالعالم. هيدا اللي كتير كتير منه تفاح، شفتيهم ليكي؟ شفت التفاح على الشجر؟ ما قلتي لهم هاي بعد؟ هاي اليوم استفدنا على بكره بكير تالولاد يغيروا جو شوي، لانه حرم كتير عم ينزربوا هالصيفيه، وعند ام بشير بنجي بنوقف برا ولا خطر علينا ولا عليها والاكل. يعني خليكي هون تاكل انا. يا ليتس جو باك، شوفوا الساج رح فوت لعندها لجوا تخبرنا، زيت السؤال بسألها هي 1000 مره شو سر العجينه، ورح تجاوبكم انه ما في سر. هيدا فرن ام بشير. برجع بسألك زيت السؤال بس عليك كل مرة. ايه. شو سر هالعجينة الطيبة؟ سر الواحد يشتغلها بمحبة بس مش أكتر، ما فيها سر ولا فيها مكونات، بس هو طحين أسمر، طحين أبيض، خمير وماء وملح. بس وقت اللي بتشتغل شغلة من قلبك تبرع فيها. في شخص اسمه بشير ميما من فريا عم بيشوفنا هلا من كوستاريكا وبيقول لك هاي. أوه هاي. هاي ميما. تعا فريا تعا. الو اهلا بونجور، ايه قولي لي بس بليز. اوكي تكرم عينك شي ربع ساعة، بتحبي نقصهم بالنص؟ اوكي تكرمي تكرم عينك، باي باي. لكن العجينة بتنعمل اليوم أو امبارح؟ لا مفروض تنعمل هي قبل بوقت، مثلا بدي اشتغل فيها اليوم بعجنها عشية بالليل، بريحها شوي وبرجع بحطها بقرصها وبحطها بالبراد، بقطعها وبحطها بالبراد. القوارمة شو بنستعمل، غنم أو بقر؟ لا غنم أكيد، لحمة غنم 100% أكيد، مع كل اللية البيضة انتبهتوا فيه لحمة أكثر من اللية. لكن القوارمة مع لبنة هي الخبزة أول شيء بتنخبز بس خبزة، بنحط القوارمة عليها، هلا بشوفك بتبلش، سمعت صوتها؟ بالجبنة لا بنحط القوارمة من الأول، كل شيء بده معلمية وفن.
أنا بحبسها تبلش تنقط وتنزلهم على الصاج. يلا لا أبرا ما باس. هيدي جبنة هيدي اللي ما رح يطلع لك منها وسمسم، هيدي من الأروع جبنة حر وسمسم، شغلة كتير كبيرة. زعترات ايه حمصين اكيد بنزيد لها لبنة وخضرة، وهي الجبنة مع ورق. هاي تبعي؟ اوي عظيم. زعتر فناتورة لبنانية. زيتون اهلا وسهلا معنا جنينة. ليش جنينة؟ مظبوط. شفتوا ورا البيت جنينة تحت هيدا قلكم؟ وبالاخر شو؟ لبنة. لبنة. شو سر الشغل عند المبشير؟ انه دايما هلا بشوف كيف بحط اللبنة بلا ما تجلغم الدنيا. اسمعوا تقرقش. سر اللبنة. بعدين التسكيرة مثل ما شفتوا بالقصة بالمشحار. اسمعوا اسمعوا. صباح الخير للجميع، عم بقرا كومنتس تبعكم بس ما بدي رد على الكل، ما بدي اقطشها لان بشير، صباح الخير للجميع. مظبوط هيدي هي، صارت حتى تعرف كيف بدها توقف لي اياهم للصوره. صرنا خبراء. خبريني ما سمعت. في مدام دقت لي من استراليا، شافت الحلقه اللي صورناها مرت الماضيه، دقت لي من استراليا قالت لي انا مشتاقه كثير للبنان، بس مشتاقه انزل على لبنان لانزل اتعرف عليكي، لانزل اكل عندك، لانزل اتعرف عليكي. طلع طلع طلع. لفه وقصه او قصه مفتوحه، كيف بدكم اياها؟ من قصة مسكرة. أنا بحب اللفة. يلا. بنقوش بحبها دايما ملفوفة. يلا. القصة مثل البيتزا بنقول مش لعلنا. يلا. شفت القوارمة كيف عم بتزلزل بالقوارمة اللي على الصاج؟ شفناها. هيدي القصة كلها. شو قلنا؟ عروسة لبنقيش. من بعد ما لكن نعمل العجينه نص خبزه بنحط القوارمه تنسخنها. مظبوط. العجينه بتشرب وبتصير تلمع، بتشرب باللي كلها سوا. هلا صار وقت تحط اللبن. مظبوط. كيف لبنة بقوارمة؟ كيف اللبنة مسقعة؟ وكيف القوارمة سخنة؟ وكيف طلعن تناقض بين اللبنة والقوارمة، بين المسقعة والسخن؟ هيدا سر هيدي المنقوشة. هيدا أربع ما يكون. طلعن هيدا سر هيدي المنقوشة لأنه هيدا الشيء أروع ما يكون. كل شيء بيبقى فيه سر، بيبقى فيه أي طريقة. بس ما بعرف. بشي بدي اوقف هولي كمان تصوره من جوا. شغلة مهمة. بعد عنا قلنا القريشة وارمة، ونخبر الناس شو يعني قريشة.
شو هي القريشة؟ القريشة هي هي شو؟ هي القريشة فيها بندورة وبصل. قريشة أو شنكليش؟ قريشة 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 قريبة على الشنكليش بس مش شنكليش قريشة. القريشة هي القريشة اللي بنقلها مع عسل؟ ايه بنشفها وبنحط لها ملح وبنشتغل فيها. جديد علي. إيه؟ لكن القريشة مع بندورة وبصل بندورة وبصل زدنا لها قورمة مع رشتنا نعية بس هيها هيدي الخلطة تبع القريشة كقريشة. بس هاي القريشة اللي بنكون بكلها مع عسل بنحط لها ملح بنحطها بنصفية لتنزل البصل اللي فيها وبس تنشف بنعبيها بمرطبين بس بنشتغل فيها بأيام شتوية بنشتغل فيها على بتضين معك القريشة للشتوية؟ اي من هالايام بتضين للشتوية بتشرين مثلا بدل في قريشة بس بعدين ما بدل في قريشة بنكون عم نشتغل بالقريشة المضبوبة بالبراد بقلب المرطبين. مبشر عم يسألوا لأي ساعة بدلك فرحة؟ من على بكرة لحدود 3:30-4 وبالصيف بنرجع بنفتح دوام تاني من عشية من السبعة لل11 11:30 حسب يعني لحوالي ال11 يعني فيكم تتروق تقدروا تعشوا عند المبشير. ايه في كتير بيجوا بيتروقوا بيجوا من عشية بياخدوا كمان لينعشوا لأنه العجينة خفيفة. الأحمر هو البندورة. بندورة. ما في حال. لا ما في حال. البندورة لأن البندورة حمراء تعطيها لون الأحمر. روعة. ما تعطى لهم الأولاد عم بيأكلوا. صار دوري. أول شيء دائما بنقي شقفة من الصينية لأنه بتكون محمصة مزبوط وما فيها بس خبز. لازم تتاكل هيك مثل الميلفاي يعني يكون في عدة طبقات. عجينتها مش معقول. ساعتها مع لبني شفقت عليك تركت لك واحدة جبنة وحار واحدة كشك. والله ما يسيك كتر خير بيعدوك. لا بزيك ميرسي. هي منسميها عروسة المنقيش. شربانة لي مزبوط لمعيتها لبنة المسقعة القوارمة السخنة. مش هفرجيهم شو عملت تحت الريك. روعة عروسة المنقيش يا سبحان الله. بتقتل قد ما طيبة بتقتل يعني مش معقول. واو بتدوب. عندها شي بتعمله كتير منيح. بتتحمص من برا بتكون طرية من جوا وساعات اللي بتشربها العجينة بتعطيها قرشة مثل تشيبس غير شكل. لبنتها على القد منا حامضة كتير. ملوحة القوارمة على الميلة على القد على القد. جرغمت الدنيا بتخلصها واحدة. يلا واتس نيكست؟ مين بيدوق القوارمة عند الولاد؟ أورما هلا رد علي. ثانك يو أيمن. لا لاني بحب الأورما. عبالك دوق؟ شو؟ اخوات هيدا الشيء مش اخوات. قديش صار لي بعرفك ما بعرف 5 سنين ما بعرف. ايه بعرف انه بضلني اجي لهون وبنبهر فيها مثل كانه اول مره. حطيني عيني بدها تدوق. لا طيبة؟ سلام بنوت. هيدا زعتر مع جبنة. دوري
ايمن يسير، ميرسي ايمن. انا بعد ما دقنا الاورما مع الجبنه، مع الجبنه هاي بدك اورما مع جبنه، هاي اورما مع جبنه. انا بحبها مع لبنه، مع لبنه اطيب كثير، غير قصه اكيد. عن جد اورما مع لبنه هي طيبه كثير، بس مع لبنه غير موضوع. سوري كثير طيبه مع مع لبنه غير موضوع. كثير طيبه مع جبنه. مع لبنه اطيب. اللي بحب الجبنه كثير بلاقيها طيبه. شيء كثير بيعذب، يا بدنا ناكل مثل ما بده يا اما ما في. بس عندك عن جد مع لبنه التناقض بين اللبنه وبين يعني بين المسقعه وبين السخنه كثير بيعطيها نكهه مميزه يعني. مش هيك مسميين عروسه النقيش. دب هول اخذهم معنا، وانا عم فكر اخذهم مشوار فرجيهم الفرايد. يلا احلى منطقه بالعالم. مش لانه ضيعتي قبلنا على الفرايد، مش لانه ضيعتنا، مش لانه ضيعتي يعني، بس احلى ضيعه بالعالم بالعالم بالعالم. احلى ضيعه. اللي بده يجي على الفرايد شو بيعمل؟ المناخ، المي، الهواء، نقاوة الطقس، ما فيش رطوبة، ما فيش شعبة مضياف، بعدها جو عائلة، جو ضايعة. عندك يعني كثير بيقضوها السواح، مثلا يطلعوا على سد شبروح، في منهم بيجوا بيطلعوا على مراكز تزلج. يعني أحلى 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 من هيك ما في يعني. مش لأنه ضايعتي، بس أنه كيف ما برمت، عندك نص ساعة بتطلع من فريا بتنزل تنزل على البحر، نص ساعة. ما في ضايعه بهالجمال، وما في ضايعه بهالعقل يعني. العايش اللي عندك اياه بالضايعه ما في ضايعه هالقد يعني. جامعه بين ساحل وبين جبل يعني، مش انه عندك ضايعه ايه لا بيقولوا لك ضايعه انت من الجرد انت متخلف يعني. لا ليش، نحن بضايعه وعايشين بعيله، وعايشين بنحب عيلتنا منحب ضيعتنا، بس برضو كمان عنا التطور، عنا تقدم، عنا جمال، عنا الناس الطيبة، عنا كيف ما برمت. أحلى 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 ضيعة فيك تجملها ساحل وجبل يعني. مش إنه ضيعة بقولوا لك ضيعة إيه ضيعة، لا ضيعة أوكي ضيعة، بس عنا كمان تمدن، عنا كل شيء بالضيعة. شو ما طلبت بتلاقي، شو ما طلبت يعني. برضو مع هيدا وكله كيف ما برمت وكيف ما عملت بدل احلى ضيعه بالعالم، بلا مش بس بلبنان بالعالم. على ويكي انا عندي فكره لكم. نحن عم ندبر منقيش وعم حسب على بشير. انا عندي فكره لكم، هيك هيك مبسوطين احسن ما نقطع اللايف هلا. عم فكر بطلع بالسياره وبفرجيكم فريا اللي عم تحكي عنها، وهالضيعه كثير حلوه. رح نطلع من هون فرجيكم نبقه المي، نكفي على شبروح تشوفوا ارمه فريا اللي كثير مشهوره، اعلى ارمه لضيعه بالعالم اللي بتشبه مثل هوليوود، ما اذا بتعرفوها. وبعدين في عندكم التمثال، اعلى تمثال كمان لمار شربل بالعالم. فشو رايكم نطلع هلا بالسياره منكفي لايف مع بعضنا، بتشوفوا هالاجواء كتير حلوه، المناظر اللي كتير حلوه، الشمس اللي عم تطلع اللي ضربتنا على وجهنا انا وبشير مشان هيك طالع لمعه كتير حلوه، وبتشوفوا الخضار وهالجبال كتير حلوين. وبنخلص لفوق بتشوفوا سد شبروح، منظر بيوقف شعر الراس. وبعدين بنودعكم.
ار يو ان. فهلا مشوار السياره فيكم تسالوني السؤال بدكم اياه، بنكون سوا على اللايف وبنكون عم نجاوب على كل الاسئله. ريدي؟ يلا. نحن طالعين. مبشر باي. يا اهلا وسهلا باي. جايه هلا نالت سوق على يستر. عم بمزح. Let's go. طلعنا تفاح. اسمه تفاح تموزي. تفاح تموزي. Ready. يلا نفتح الشباك and enjoy the view. رح نطلع هلا على شبروح. الساحة ساحة فريا محل ما هون في عالمين، كل محلات اللي بيبيعوا صاج معروفين كتير. شي نهار لازم نجي عن صاج ابو ارتين، بحب كتير شو بيعمل. من هون بنروح على فقرة دغري وبعدين طلوع بنفوت على قلب فريا الضيعة. مرسي حسن. حسن ابو سالم ثانك يو سو ماتش. هون على اليمين بالشتويه بيكون في شلال مي كثير حلو. هلا بالصيفيه بوقف شلال المي من فوق بكفي على نهر الكلب، بس هلا واقف. Thank you.
morning everyone. هيدي ضيعة فريا طالعين هلا على شبروح. عم بتشوفوا هونيك عند باك جراوند فوق على التلة تمثال مار شربل وكلمة فريا مكتوبة. هذا القصر اللي الناس بتحكي عنه.
اللي عم تشوفوه ان ذا باك جراوند هو كفرتبيان شاليهات منطقة كفرتبيان وفقرة. هون بتكون كلها مغطية تلج بشدة. على الأرمة تبع فريد فيها بتبين من بعيد كل الضياع المجاورة مثل أرمة هوليوود. وصلنا على منظر رائع، خليكن don't miss it. هيدي الأرمة من ورا، استطعت تتخيلوا قديش كبرى. ومن هون عم نشوف كل الجبال. على الراس فوق في راس المزار اللي هو بيست سكيل كتير مشهورة. كل هالمنطقة الحلوة، البيوت، الخضار. من هون إن شاء الله تكونوا عم تقدروا تشوفوا معنا بيروت. رح جرب أعمل زوم شوي. بيروت مبينة in the background. يا حي. واليوم سائب، في نكزة غيوم بس اجمالا مبينة كلها. حتى ساعة الواحد بيطلع بيعمل سكي بالشتوية بيشوفها. هاي النقطة الخضرة بالوادي هي ضيعة فريا، بعدين حراجل، ميروبة. حرارة هلأ كتير حلوة، يمكن تقريباً 22-23. هوايات كتير حلوين، برودات ولا ألز من هيك.
ورطوبة ما في، الهواء كتير حلو. رح امشي على الطرف فرجيكم المنظر ومنرجع بعدين بنوقف تحت التمثال. بس تخيلوا قديش كبير، شوفوا علبة الكهرباء على كابل F. اترككم احلى منظر لبعد شوي، بس رح انزل وقف تحت لتشوفوا قديش كبير. طلعوا ايفن قديه مبين صغير تحت كل التمثال. اوكي درام رول، ستي تيوند لاحلى منظر شفتوه كتير بالصور. سد شبروح على انشيراو. من احلى بلد بالعالم. بنعاد عليكم، نهاركم سعيد، ان شاء الله تقضوا نهار بعقد. انجوي ذا فيو. نحن بنقلكم باي. رح ضوي شمعة لكم كلكم سوا اللي كتير بعاد عن لبنان، وقلكم انا عم فكر فيكم. نهار سعيد للكل، قلكم باي. بنلتقى بكره باربعة لايف كتير 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 حلوين. بكره نهار التنين بنبلش من الساعة 8 7 ونص 8، بعدين عنا غدا على الساعة 1 cooking in the kitchen، بعدين عنا ice cream making على الساعة 3 بعد الظهر. كتير كتير في اشياء حلوين، فخليكم معنا نهار التنين، رح يكون نهار كتير حلو. والجمعة كلها فيها experiences ما بتنتسى. يلا بنقول لهم باي للكل. باي جود باي.